سائح جزائري يصبح راعيا متطوعا في سويسرا، فما القصة؟ قد تكون أمانيا الشخصي كبيرة لدرجة عدم القدرة على تحقيقها، كما يمكن أن تكون بسيطة تحققها لك الصدفة. كذلك هو الحال بالنسبة للشاب الجزائري انتشر له فيديو على منصة التيك توك. هذا شاب قرر خوض تجربة مثيرة بريف سويسرا محققا واحدة من أمانه. الصدفة لقت الشاب الجزائري بارع سويسري، فطلب الجزائري إليه أن يرعى له قطيعه دون أن يدفع له بل تطوعا. اعتقد السويسري في البداية أنها مجرد مصحة من سائح أحب المنطقة وكل ما فيها، لكن بعد اعتراف الجزائري له بحبه للحيوانات وحلمه بأن يكون راعيا ولو ليوم واحد فقط، رحب بطلبه وحقق له أمنيته. الفيديو يظهر السائح الجزائري غير بعيد عن القطيع الذي يرعاه في منطقة كلها خضار، معبرا عن فرحته بتحقيق إحدى أمانيه. ويصف السائح الجزائري هذه التجربة بالفريدة، مؤكدا أنه مستعد لدفع الأموال مقابل القيام بهذا العمل في مكان جميل مثل ريف سويسرا. وأنت، ما رأيك في هذا النوع من التجارب؟